من هنا من حديقة المتحف الوطني سنتحدث عن متحف بيروت الذي يعني إذا ما تحدثنا عنه قد تكون هناك بعض التواريخ وبعض الأحداث أيضا مرتبطة أو تواكب أحداث في يعني من خلال تاريخ أيضا متحف دمشق، لأن بناء المتاحف عموما في المنطقة طبعا بدأ خلال سنوات معينة، وتطورت هذه المتاحف مع تنامي الشعور لدى شعوب المنطقة سواء في سوريا أو في لبنان أو في الأردن، الشعور الوطني وضرورة توظيف التراث المادي الأثري أيضا توظيفا صحيحا لاستثماره في عملية البناء التي والتطوير التي بدأتها هذه البلدان، كما حدث وأشرت في سوريا أن عملية بناء المتاحف في أغلب المحافظات بدأت أو انطلقت مع ثورة الثامن من آذار، وكان الهدف هو توظيف التراث اللامادي وحفظه وصونه وإدخاله في عملية البناء أو إدخاله في عملية التطوير. طبعا بالعودة إلى متحف بيروت، فإن التواريخ قد تتشابه مع بعض التواريخ في دمشق، فهناك مجموعة من اللقى أو من المقتنيات الأثرية المهمة والتي بدأت تجمع في مكان ما في بيروت من قبل يعني أشخاص معينين. نذكر أنه عام 1919 بدأ بجمعها من قبل أحد القادة الفرنسيين المقيمين في لبنان ويدعى ريمون، والذي جمع الكثير من هذه التحف، وطبعا وضعت في حضانة أو في يعني قام بحفظها الشخصية المعروفة مرموقة، هو المير موريس شهاب وزوجته. وبقي المير يعني يحتفظ أو يشرف على هذه المجموعات التي بدأت تجمع من كافة المواقع في لبنان، طبعا مواقع على الساحل اللبناني، ونذكر منها صور ومواقع أخرى. وبدأ يبدو المكان يضيق بهذه التحف، وظهرت فكرة بناء متحف أو بناء ملاذ آمن لحفظ هذه القطع وعرضها بطريقة منهجية. بدأت هذه الفكرة من عام 1923. طبعا هنا نشير أن المير شهاب لعب دورا كبيرا في هذا الأمر، ويبدو أنه سعى سعيا حسيسا في الأوساط الشعبية ولدى النخبة من المجتمع اللبناني ولدى الحكومة للوصول إلى بناء متحف طبعا. وهنا بدأت رحلة البحث عن أرض ومكان وتحضير لهذه الأشياء، وبالتالي مجموعة من الدراسات لتقرير مكان إقامة طبعا هذا المتحف. ففي عام تقريبا 1923 شكلت هيئة أو شكلت لجنة لتشرف على بناء المتحف، وكانت هذه اللجنة قد أوكل إليها مجموعة من المهام المالية والإدارية وغير ذلك. وفي حينه يبدو أن الأرض التي اختيرت في يعني حوش بيروت، وهي تقع على زاوية في منطقة غنية بالأشجار وفيها الكثير من عناصر الخضرة في مكان جميل، اختيرت هذه القطعة من الأرض، ويبدو أن الهيئة التي يعني كان يرأسها على ما أذكر في حينه الأستاذ بشارة الخوري الشخصية المعروفة في لبنان، اختارت هذا المكان بعناية، وعود إلى عدة مكاتب هندسية بأن تقدم مقترحا لبناء هذا المتحف، وجرى ما يشبه مسابقة يعني لاختيار الدراسة الأفضل لبناء متحف طبعا على طراز المتاحف التي كانت تبنى في تلك الفترة، ومنها متحف دمشق وغير ذلك. وبالفعل أخيرا استقرت هذه الهيئة على دراسة معينة أو على يعني دراسة قدمها مهندسين من أحد المكاتب في بيروت، وبوشر في بناء المتحف كما قلت على هذه الزاوية. وهذه الدراسة راعت ثلاثة أشياء أو لا يعني راعت تقسيم المتحف إلى ثلاث صالات، وذلك لتتوافق صالات العرض مع القطع التي كانت مجموعة. وهذه القطع في أغلبها هي قطع شرقية يمكن أن نسميها، أو في أغلبها قطع
من الآثار الشرقية التي تعود إلى الفترة الفينيقية، وكلنا يعلم أن الفترة الفينيقية والكنعانية هي فترة يعني معكوسة بشكل كبير جدا على السواحل اللبنانية، وهناك مواقع شهيرة جدا بدأت تعطي الكثير من النتائج يعني التي تعود إلى هذه الفترة، تماثيل يعني جميلة جدا، وأيضا توابيت وغير ذلك من القطع الأثرية، وأيضا هناك مجموعة أخرى هي المجموعة الرومانية الهلنستية أو البيزنطية، وهي كانت مجموعة واحدة يمكن أن نسميها الفترة الكلاسيكية، والتي أيضا جمعت في لبنان لغنى لبنان كغيره من البلدان من بلدان المنطقة بوجود الكثير من الآثار التي تعود إلى هذه الفترة، من تيجان مفردات معمارية، وأيضا من قطع صغيرة نقود وأسلحة وجرار وأدوات يعني يومي استخدام يومي كثيرة جدا. ثم هناك أيضا الفترة الإسلامية التي أيضا هي من الفترات أيضا الغنية في بيروت، كان هناك مجموعة أيضا من القطع التي تعود إلى الفترة الإسلامية، فالقطع أو المجموعات الثلاث هي التي يعني جمعت، هي التي أيضا فرضت أو حاول المصمم أن يعكسها داخل المتحف بثلاثة صالات للعرض، وفعلا بدء ببناء المتحف، ويمكن العودة إلى بعض يعني الأرشيف لمشاهدة أعمال البناء التي بدأت في الثلاثينات، وبني المتحف من الحجر الكلسي كمتحف دمشق طبعا، وبدء بهذا المتحف أول ما بدء بالواجهة التي يعني وصفت أن الواجهة انطلقت من القبو أربعة أعمدة تحمل في أعلاها زهرة اللوتس، وكانت هذه الأعمدة تمثل الواجهة أو المدخل، مدخل المتحف الوطني اللبناني، وهي على ما أعتقد هي بصمة المتحف، أي أنها يعني هي البصمة أو الصورة التي تعرف بالمتحف الوطني اللبناني، كما لدينا هنا في متحف دمشق. ربما أخذ هذا التصميم للأعمدة أو هذا الشكل من بعض الأعمدة المصرية التي عرفت بخلال أو في الحضارة المصرية أيضا، وهناك ما يشابه هذه الأعمدة مستخدم في الكثير من المباني التاريخية والأثرية في بيروت. طبعا هذا المتحف ما بين عام 1923-1945 دشن وفعلا يعني أصبح جاهز للزيارة بهذه الصالات، وعرض الكثير من التحف الجميلة، لكنه تعرض لبعض المطبات بعد عام 1930. عام 1932 تشير بعض الوثائق إلى أن المتحف أو بناء المتحف كاد يتوقف بسبب قلة التمويل، ربما أن الحكومة يعني لم يعد لديها التمويل الكافي، أو ربما الاعتماد على تمويل من خارج الحكومة أيضا أعاق عمليات البناء لفترة محدودة، ثم عاودوا بعد عام 1932 على ما أذكر حتى ربما ينتهي البناء ويفتح عام 1945. وهذه المرحلة، المرحلة الهامة جدا، هي مرحلة من مراحل هذا المتحف ما بين 1923 حتى عام 1945، أصبح المتحف يعمل يعني بشكل جيد ولديه الكثير من الزوار، ونشطت أعمال التنقيب على كامل الجغرافيا اللبنانية، وبدأت تزود المتحف الوطني في بيروت في لبنان بالكثير من القطع الأثرية الهامة جدا التي كانت تعرض، ويجدد لها طرق العرض ومنهجية العرض في بيروت، واستقطب الكثير من الخبراء الأجانب الذين أفردت لهم أيضا مساحات داخل هذا المتحف لدراسة اللغة الأثرية ولإبرام الاتفاقيات المتعلقة بالمسوحات الأثرية والتنقيب، وأيضا كان هناك الإدارة الحكومية أو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة التراث المادي في لبنان أيضا في مبنى غير بعيد عن مبنى المتحف الوطني في لبنان. المرحلة الأخرى من تاريخ هذا المتحف، وهي المرحلة الحزينة في تاريخ هذا المتحف، أو المرحلة التي توقف فيها المتحف الوطني في بيروت وخرج عن العمل أو خرج عن أداء مهامه كأحد متاحف المنطقة أو أحد متاحف طبعا المنطقة بشكل عام والبلدان العربية،
خرج عن دوره كمتحف له وظائف تربوية واقتصادية واجتماعية، وذلك على ما يبدو عام 1975 بعد أن اندلعت الأحداث المؤلمة في القطر اللبناني الشقيق، فكان لها تداعيات سلبية جدا وتداعيات مدمرة في بعض المناحي. من هذه التداعيات ما حصل أيضا على التراث المادي وعلى الآثار في لبنان، ومنها المتحف الذي تعرض لأضرار كثيرة وأصبح على خط التماس طبعا، وهناك بعض الوثائق والصور التي تشير أو تثبت حجم الدمار الحاصل في هذا المتحف، والذي كان عام 1975 طبعا قد ازدادت فيه أعداد القطع الأثرية طبعا المعروضة، وأصبح له مستودعات ضخمة، وأصبح يستقطب الكثير من الباسات والخبراء التي أصبحت تعمل في لبنان أيضا لشهرة المواقع الأثرية اللبنانية. فعام 1975 يبدو أنهم اتخذوا قرارا بإقفال المتحف وبجمع القطع الأثرية في أماكن آمنة، وبالتالي خرج هذا المتحف عن العمل عام 1975. طبعا العملية المهمة التي جرت في هذا المتحف في بيروت، وكانت تجربة تخص اللبنانيين يعني شعبا، وتخص اللبنانيين الآثريين أو العاملين في حقل الآثار، هذه التجربة أيضا كان على رأسها مجموعة من الشباب والأصدقاء الباحثين، وأيضا كان هناك السيد طبعا المير موريس شهاب. اتخذ القرار بتحصين أو إخفاء القطع الأثرية داخل المتحف، وفعلا بدأت هذه العملية بصعوبات بالغة جدا وفي درجات خطر عالي جدا. نحن يعني لدينا بعض المعلومات من خلال طبعا الالتقاء بإخوتنا في لبنان السادة الباحثين الذين يعني رووا لنا ما حدث في ذلك الحين، طبعا لأننا عانينا أو مررنا بنفس هذه التجربة القاسية في بعض المتاحف. فاجتمع هؤلاء طبعا مع الكثير من المتبرعين والكثير من الشباب لعملية جمع القطع. وإذا كنا نعلم أن هناك قطع أثرية صغيرة وقطع أثرية كبيرة، فطبعا هناك صعوبة بنقلها إلى يبدو إلى أي مكان، فاتخذ القرار بحفظها في المتحف أو في مستودعات المتحف. هذه الأحداث المؤلمة كما ذكرت أجبرت الأطراف أو أجبرت من يقوم على خدمة هذا المتحف وإدارته وغير ذلك على إقفاله، وبالفعل دخل مجموعة كبيرة من الفنيين. وهنا يجب أن نتخيل مجموعة كبيرة جدا من الصعوبات في حينه، لأن المتحف أصبح واضح لدى هؤلاء أنه سيتعرض حكما يعني لاحتلاله من مجموعة قد تعادي مجموعة أخرى وغير ذلك، وبالتالي قد تقوم بعملية تدمير لهذه القطع الأثرية أو سرقتها أو غير ذلك، فهناك حالة من الفوضى. وهؤلاء الأشخاص أيضا ينتمون يعني إلى خلينا نقول إلى يعني عدة أفكار أو عدة جهات أو غير ذلك، يعني هم لبنانيين بالمعنى العام أي من يعني من أماكن مختلفة، لكنهم اجتمعوا جميعا على قرار واحد، وكان هذا القرار يعني هذا قرار استراتيجي وقرار تاريخي، وهو حدث تاريخي في تاريخ المتحف اللبناني أن تجمع كافة القطع الأثرية وأن تخفى في أماكن آمنة، وأن يتخذ أيضا إجراء بالنسبة للقطع الكبيرة في هذا المتحف الذي عام 1975 أصبح متحفا كبيرا وفيه عدد من الصالات وكم كبير من المعروضات. يقع المتحف في العاصمة بيروت. افتتح المتحف رسميا عام 1942 للميلاد، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 1999 للميلاد. يضم المتحف مقتنيات أثرية ترجع لعصر ما قبل التاريخ وعصر الحديد وعصر البرونز والبيزنطية والرومانية الإغريقية والعصر الإسلامي والمملوكي،
أنشئ المتحف بجمع الآثار في لبنان على يد ضابط فرنسي هو ريمون ويل، والذي قام بجمع بعض القطع الأثرية ووضعها في قاعة من قاعات دار الراهبات، وقد اتخذت هذه القاعة صفة المتحف المؤقت. ومن ثم تم البدء بإنشاء المتحف عام 1930 للميلاد، واستمر إنشاؤه 7 سنوات، وافتتحه بشكل رسمي للجمهور الرئيس اللبناني جورج النقاش عام 1942. وقد تعرض المتحف إلى دمار هائل أثناء الحرب، مما أدى إلى قيام المديرية العامة للآثار بترميم المبنى عام 1992 ولملمة المحتويات وفهرستها، ثم عرضها على شكل عصري وعلمي حديث، إذ يعرض المتحف 1300 قطعة أثرية من مجموع 100,000 قطعة، بدءا بعصر ما قبل التاريخ حتى عصر المماليك. أغلب آثار تلك الفترة عبارة عن بقايا مجتمعات الصيد والحصاد التي كانت في منطقة لبنان تلك الفترة. كما ويعرض المتحف تاريخ كل حقبة، متى بدأت وفي أي عام، قبل التاريخ أم بعده، وما تتضمن ومن حكمها بتلك الفترة، وما تتضمن كالحقبة الهلنستية، الحقبة الرومانية، الحقبة البيزنطية. القرار اتخذ بأن يقوموا بإحاطة القطع الكبيرة التي يصعب نقلها لعدم وجود معدات ولعدم وجود يعني آليات، وهناك صعوبات مختلفة. أحيطت القطع الكبيرة بصناديق من الإسمنت المسلح أو ما يشبه صناديق من الإسمنت المسلح طبعا، وهذا الأمر يجب أيضا أن نعلم أنه تم على عجل، وهناك قرارات يجب أن تتخذ قبل أن يتعرض المتحف لهذا الدمار، وتتعرض الثروة الموجودة فيه كثروة وطنية طبعا، يعني كرافع اقتصادي لهذا البلد، أن تتعرض للنهب وغير ذلك. فبدأ على الفور بإحاطة هذه القطع، وهناك قطع كبيرة في المتحف رأيناها يعني في حينه، أحيطت بصناديق من الإسمنت المسلح وهي في مكانها، وجمعت القطع الصغيرة على اختلاف أنواعها ووضعت في صناديق طبعا خشبية صغيرة، وأرشفت أي أصدر لها لوائح مع شيء من الوصف وذكر لأسماء الأشخاص الذين كانوا موجودين. طبعا القطع الصغيرة التي جمعت في صناديق خشبية على اختلاف أنواعها واختلاف مواد، لأن نعلم أن هناك قطع من العاج وقطع من العظم وقطع معدنية وحجرية وفخارية وعظمية وغير ذلك، فكل هذه القطع يعني منشأها من مواد مختلفة، جمعت في صناديق ووضعت أيضا في أماكن آمنة وأقفل عليها بإحكام، وغادر هؤلاء طبعا، غادروا المتحف، وهنا يعني أخذت الأحداث منحى آخر، وبالفعل سقط المتحف بأيدي بعض المجموعات التي عاثت فسادا فيه على ما يبدو، أو تسببت ببعض الخراب، لكن المتحف بقي مقفلا منذ عام 1975 حتى مطلع التسعينات، بعد يعني انحسار الأحداث في القطر اللبناني الشقيق ووصول الأطراف إلى حل. هنا مع عام 1990 بدأ أن هناك يعني تيارا يسري في الأوساط الثقافية والحكومية وغير ذلك لإعادة افتتاح المتحف الوطني في لبنان، على غرار ما تم في الكثير من المؤسسات. وطبعا كان هناك الكثير من المقولات حول أهمية افتتاح المتحف، متحف لبنان الوطني، بما يحتوي من ذاكرة لهذا الشعب، تجمع كل هؤلاء، تجمع كل هؤلاء الأطراف، أو يعني تمثل الهوية الجامعة لكل اللبنانيين. وبالفعل ساهمت الحكومة وأوساط أيضا مجتمعية ونخبة في لبنان، بالتعاون أيضا مع الكثير من أصدقائهم في دول العالم كفرنسا وخبراء أيضا،
لإعادة افتتاح المتحف الوطني بلبنان. وفعلا افتتح المتحف في التسعينات وكان حدثا مهما وبارزا وحدثا عاطفيا للكثير ممن طبعا ساهموا في عملية الإخفاء وغير ذلك. فافتتح المتحف وكانت هناك عبارات يعني عبارات لبعض المنشورات حول حدث الافتتاح تقول الآثار اللبنانية ربما المهاجرة لنحتضن. وفعلا افتتح المتحف وظهرت بعض الصور لما حدث داخل المتحف من بعض التعديات وغير ذلك. ومن ثم بعد هذا الافتتاح وهذا القرار بدأت المجموعات الفنية بالعودة من جديد لفتح المخازن أو فتح أماكن الأماكن التي وضعت فيها هذه القطع وإلى فك الصناديق كما ذكرنا الصناديق التي أحيطت بها القطع الكبيرة كما قلت من الإسمنت المسلح وفيها أيضا خرسان وحديد. بدأت عمليات الفك والتعزيل وأخرجت الكثير من الصناديق أو بدأوا بعملية إخراج الصناديق وتفقد كل هذه الموجودات من خلال خبرات كثيرة. وطبعا استخدمت تكنولوجيا لتنظيف القطع الكبيرة وإعادة الألق إليها وترميمها لأنها تعرضت بفعل الرطوبة إلى يعني إلى ضرر. أيضا القطع الصغيرة كما ذكر لنا أيضا وهناك بعض التقارير حدث تلف في الكثير من القطع الأثرية التي وضبت على عجل ووضعت في هذه الصناديق. طبعا رغم تلك الأخطاء التي وقع بها من قام بعملية الجمع وعملية الإخفاء وغير ذلك، لكن هذه العملية المهمة جدا بكل التفاصيل أو بكل إيجابياتها وبكل سلبياتها أدت في النهاية إلى الحفاظ على المجموعات أو المقتنيات الأثرية في متحف لبنان. إذن أدت هذه العملية إلى الحفاظ على المجموعات الأثرية والمقتنيات الأثرية في المتحف الوطني في بيروت. طبعا هذه التجربة صدرت يعني الكثير من المقالات والكثير من يعني البحوث حول هذه التجربة وحول يعني أهميتها وإيجابياتها وسلبياتها. طبعا نحن كسوريين نعمل في هذا القطاع وتعرضنا إلى تجربة مماثلة، حاولنا أن نطلع كثيرا على ما قام به الأصدقاء والأخوة الأشقاء اللبنانيين لحماية تراثهم وخصوصا فيما يتعلق بقضية المتحف في محاولة للاستفادة من الشق الإيجابي لهذه العملية وبالتالي لتلافي الأخطاء التي حصلت، لأننا أيضا تعرضنا إلى ما تعرض له هؤلاء. لكن يمكن القول أن السيناريو في سوريا كان مختلف وأن أيضا ما مررنا فيه كان عاصفا وسريعا كالبرق، أيضا لا يسمح إلا بارتجال بعض الطرق أو بارتجال بعض القرارات وبالتالي لحماية القطع الأثرية أيضا في المتاحف السورية. بعد ذلك عاد المتحف إلى العمل وعاد إلى ألقه وظهرت فيه الكثير من المعروضات الهامة جدا. وعادت مديرية الآثار في بيروت ويعني الطاقم المسؤول عن المتاحف هناك إلى إدارة المتاحف وفق استراتيجية جديدة يعني أدى إلى تلافي الكثير من الأخطاء وإلى وضع استراتيجيات وخطط تساعد هذه المتاحف على الخروج بسرعة فيما لو حصلت لا سمح الله بعض يعني أعمال الفوضى أو غير ذلك في هذه المتاحف. وكنا نحن وبعض الأصدقاء قد زرنا المتحف اللبناني والتقينا ببعض السادة هناك وزرنا أيضا الصالات الجديدة التي يعني جددت منذ سنوات وأعيدت يعني أعيدت بعض الصالات على ما يبدو إلى عملها. ووجدنا أن هناك عمل في المتحف الوطني اللبناني، عمل على مستوى المتاحف الدولية في العالم من حيث تمكين الزائر من قراءة كافة طبعا يعني كافة المعلومات عن القطع الأثرية بطرق مختلفة إما عبر الصوت وإما عبر المشاهدة وبلغات عديدة. كان هناك كثافة في العرض، قوة في العرض،
لبعض يعني لوهلة قد تعتقد أن هذا مخزن، لكن هي طريقة للعرض الجديد، طريقة قوية منهجية جديدة فيها إذن قوة وجرأة في العرض. هناك الكثير من القطع الاستثنائية والمهمة جدا معروضة في هذا المتحف الذي عاد إلى ألقه، وأثنى عليه الكثيرين أو أثنوا على العمل الذي كلل أخيرا بالنجاح بعودة المتحف الوطني اللبناني أو المتحف بيروت إلى العمل كأحد أهم المتاحف في المنطقة، وعاد بقوة وعاد باستراتيجية جديدة وعاد بتكنولوجيا جديدة جدا في هذا الإطار، وأصبحت يعني الكثير من التحديات التي تعرض لها هذا المتحف وأيضا الطاقم الموجود الذي يعمل على إدارة التراث حول كل تلك التحديات إلى فرص. فالكثيرين ممن رحلوا إلى الخارج عادوا خبراء إلى وطنهم وقدموا له المعرفة وقدموا له كل ما يلزم لهذا المتحف الجميل في القطر اللبناني الشقيق الذي نتمنى له أن يعمل بشكل دائم، ونتمنى أيضا لأصدقائنا وأشقائنا في لبنان طبعا كل ما هو خير، ونتمنى لهم يعني دوام العمل في هذا الميدان، لأننا نعتبر أننا أشقاء. وهناك أيضا يجب أن نذكر أن هناك دائما تعاون ما بين المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، وأيضا بعض المنقبين اللبنانيين الذين أتوا إلى سوريا وقاموا ببعض أعمال التنقيب في مواقع سوريا تشابه المواقع اللبنانية.